اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن في الفاصل كنا يعني معظم الناس متابعه يعني نهائي دوري وفوز سيدات النادي الاهلي لكره اليد بالدوري المصري للمره التانية على التوالي. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لفريق سيدات للحصول على الدوري على نادي الزمالك. والنتيجه عندك يا احمد 37-22 بطلات مصر حسموا الدوري قبل مواجهتين. هما طبعا الدوري اتحسم رسميا بعد الفوز على سموحه، وبعد كده كان في مباراه ثانيه انتهت بالفوز ايضا للاهلي على حساب الشمس، والنهارده كان المباراه النهائيه في السيزون على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك. نادي الزمالك 37-22 كمان سكور كبير، تاكيد على الجداره وتاكيد على تفوق كاسح لبطلات مصر فيرست تيم طبعا سيدات الاهلي للهاندبول يحققوا اللقب للعام الثاني على التوالي. مبروك لكل جماهير مبروك طبعا مبروك طبعا، وبالذات ان الموسم الثاني على التوالي. هي تقريبا اكثر كلمه بتتقال في يعني لو عملوا احصائيه مبروك تاتش وود يعني مبروك مبروك على مستوى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حقيقي يعني مبروك كابتن رمضان. الله يبارك فيك يا احمد. مبروك بتحضر معانا تتويج لبطوله جديده ولقب جديد بيحققه النادي الاهلي في الهاندبول، ويمكن بعد لحظات هتكون معانا لحظات التتويج لبطلات مصر بطلات النادي الاهلي ابطال الدوري للعام الثاني على التوالي. كنا بنتكلم يمكن طبعا لحظات الفرحه لحظات الفرحه طبعا مجهود كبير جدا بيبقى، يمكن الناس ما بتحسش قوي ب يعني حجم التعب والمجهود والتضحيات المبذوله في سبيل الوصول للحظه زي دي يا كابتن رمضان. طبعاً. يعني الناس في النهايه بتستمتع وبتفرح ان ناديها يعني في مجهود كبير جدا وفي تعب. طبعا الناس دي تعبت كتير هم واهلهم والاجهزه الفنيه ويعني مجهود ما شاء الله كتيبة. في كتيبه ما شاء الله. كمان يعني جنود مجهولين واقفين ورا الانجازات اللي بتتحقق دي الحقيقه انجازات النادي الاهلي. كمان لو بنتكلم على الكوره طبعا هي يعني التورتايه بتاعت النادي الاهلي، لكن كمان الالعاب الجماعيه الحقيقه في اهتمام كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه بالباسكت والطايره والهاندبول والالعاب الجماعيه غير كره القدم. الحقيقه بتحقق انجازات كبيره جدا على المستوى المحلي طبعا، وطبعا مش بس المحلي والافريقي، ودي بقى ودي نقطه تانية بتميز الاهلي. يعني الاهلي يغرد منفردا فكره انه كمان تقدر تطلع بالرياضات الجماعيه دي انك تنافس على المستوى مش بس القاري العالمي. اعتقد دي برضو يعني طبعًا. احنا السنه اللي فاتت هاندبول باسكت بول فوتبول الثلاث فرق دول كانوا بيلعبوا في كاس عالم. بالظبط فريق هاندبول بيلعب في كاس عالم، فريق باسكت بيلعب كاس عالم، وفريق كره القدم بيلعب خلاص بقى ضيف دايم على بطوله كاس العالم. بس اللي كان انت بتتكلمه يا هاني جات لنا فتره قبل تولي الحقيقه المجلس اداره طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، جات لنا فتره كانت الالعاب دي كنا بعيد ضايعه كنا بعيد جدا جدا الحقيقه. استعنا بخبرات كمان جبنا طبعًا. محترفين في كل الالعاب يعني في مجهود كبير جدا اتبذل عشان نوصل للحاجات. على الرغم من انه المردود بيتهيألي يعني طبعا انا فاهم كويس قوي انه الاهلي مدرسه بطولات، لكن على الرغم انه ممكن كمان الاهلي بيعاني شويه في قصه انه حتى البطولات دي ملهاش عوائد ماليه انك تصرف على محترفين وعلى اجهزه فنيه من بره. الحقيقه بنجيب لعيبه محترفه على مستوى عالي جدا جداً طبعاً. حتى على مستوى الطائره للسيدات اجهزه فنيه كويسه. الحقيقه التتويج اللي قدام حضراتكم ده تتويج لتعب سنه كبيره جدا، السنه الثانيه على التوالي بيحصل الفوز ببطوله الدوري للسيدات و التتويج ببطوله الدوري ده التتويج على الهواء مباشره قدام حضراتكم، وما بقاش غريب على النادي الاهلي الحقيقه سواء في كره اليد او السله او حتى كل كره القدم كل الالعاب سواء صلات. رجال او سيدات الحقيقه النادي الاهلي الحقيقه ماشي بمنظومه اكثر من رائعه في جميع المستويات. ولازم افتكر الحقيقه الراحل العمري فاروق طبعًا فيما طبعًا. يتعلق بالعاب الصالات الحقيقه طبعًا. كان يعني رحله عطاء وانتماء وشغف ومساندة ودعم على أعلى مستوى الحقيقة طبعا يعني طبعا. كان ليه دور كبير جدا، وهم حتى كل الحقيقة كل الألعاب دي يعني بيتكلموا على طبعا العمري فاروق بشكل طبعا ربنا يرحمه راجل مهم جدا ربنا يرحمه طبعا ربنا يرحمه طبعا. تواجد تمام طبعا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي موجود وكل الناس الحقيقة سعيدة جدا جدا بهذا التتويج في أيام جميلة في أيام رمضان
ودايما بنقول ايام طبعا. رمضان بتبقى مختلفه مع سعاده وفرحه بفوز ببطوله جديده للنادي الاهلي. دول فرقه الشمس طبعا. ده فرقه الشمس طبعا المركز الثاني. المركز الثاني فرقه سموحه مركز ثالث ولا ثاني؟ الثاني ما الثاني فرقه الثاني اتفقوا على حاجه وبقى يعني الثاني هو يعني والزمالك يعني عطل الشمس يا سموحه. الشمس يا سموحه سموحه تمام. يبقى بالترتيب كده اهلي في مركز اول، سموحه مركز ثاني، شمس مركز ثالث، والزمالك مركز رابع. طبعا طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مهندس خالد مرتجي، امين صندوق، استاذ محمد غزاوي، محمد غزاوي طبعا، واستاذ محمد جرحي، كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم موجودين في ملعب او في صاله التصديف المباراه البطوله، وبيحضروا التتويج طبعا. خالد العودي كابتن، خالد العودي كمان حاضر اكيد. كل يعني الحقيقه عامل طفره على مستوى على مستوى الالعاب الحقيقه في كل المراحل الحقيقه صحيح. كمان وزي ما بقول مش جديد على النادي الاهلي الحقيقه، زي ما كلنا مهتمين بكره القدم، لكن كمان مجلس الاداره الحقيقه مهتم جدا جدا بالالعاب الجماعيه والفرديه كمان، وبنحقق فيها بطولات كبيره جدا جدا ما شاء الله. وحضرتك قلت نقطه مهمه، يمكن كان من خلال الست سنين اللي قبل مجلس كابتن اداره مع كابتن محمود الخطيب كان في تراجع شويه في الاداء بالزبط. وتراجع في النتائج يعني. طبعا طبعا كان تراجع كبير الحقيقه لكن الفتره دي يعني ما شاء الله انت رجال وسيدات في سيطره كبيره جدا في كل نادرا ما بتلاقي لقب او بطوله طلعوا بره النادي. بالظبط بالظبط صحيح. خليني اسالك وانت معانا على عمر، لانه عمر هو المستقبل اللي جاي. عمر سيد معوض طبعا اخباره ايه واخبار اصابته؟ الحمد لله يعني هو الفتره اللي فاتت دي تم 6 شهور وخلاص بقى بيأهل دلوقتي جوه النادي الاهلي، بقى كان بيأهل بره والحمد لله ماشي بشكل كويس قوي. حتى امبارح كان عنده قياسات في النادي، القياسات كلها حاجه كويسه قوي، فقدامه كمان يعني في حدود ال3 شهور وينزل الملعب ان شاء الله. يرجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. ده طبعا تتويج البطل بطلاتنا بطلاتنا بطلات النادي الاهلي بفوز بالدوري المره الثانيه على التوالي. الف مبروك مره ثانيه، وسامعين بقى الفرحه الكبيره، وكل الناس الحقيقه مبسوطه جدا جدا سواء بالاداء او بالنتيجه، لان كمان انجاز السنه الثانيه على التوالي الموضوع ما كانش سهل، لكن لا واضح كمان البطلات قدرت تحسمهم يعني في فوارق، يعني مش قصه بس حسم اللقب لكن فكره السكور كمان في جاب كبيره جدا بين الاهلي ومنافسيه، وده جزء من بيتهيألي يعني انه الاهلي دايما بيحط قدام عينيه كابتن رمضان انه يقدم تفوق ويقدم عناصر تفيد المنتخبات بعد كده. بالزبط. يعني النقله النوعيه دي في النهايه بتخدم طبعا اي بقى كانت الرياضه وايا كان فريق رجال او سيدات، بتخدم المنتخبات المصريه بعد كده طبعا. هي صوره رائعه ان شاء الله، كل سنه نشوف الصوره الجميله ديت، تتويج بطلاتنا وابطال النادي الاهلي الحقيقه، ويعني دولاب النادي الاهلي الحقيقه بقى مليان، يعني عايزين نشوف بقى دواليب تاني نحط فيها البطولات. عندنا يعني مرحله الدولاب احنا داخلين على متحف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان شاء الله باذن الله يشوف النور قريب، متحف يليق بالتاريخ العظيم جدا، افضل انديه العالم. احنا بطوله الكاس دي بطوله رقم 150 في تاريخ النادي الاهلي. صحيح. ده رقم 150 بطوله في التاريخ ما حققوش اي نادي قبل كده، فبالتالي احنا كنا بننافس ريال مدريد، يليق بينا ان احنا البطولات القاريه احنا تاني فريق على مستوى العالم بعد ريال مدريد. بعد ريال مدريد عشان كده عايز ريال مدريد يخرج مش عايز فخلينا بس لسه كابتن رمضان عشان النادي الاهلي عشان النادي الاهلي. ادي الدرع طبعا، درع الدوري بيتسلم طبعا لسيدات النادي الاهلي. والهاندبول الحقيقه الهاندبول من النماذج اللي تفرح في الرياضه المصريه عموما. صحيح. يعني تجربه الهاندبول في مصر كمان تليق بينا الحقيقه ان احنا نفكر نستنسخ التجربه دي في كل الرياضات والالعاب. ليه لا مش في الباسكت؟ ليه لا مش في الطايره؟ صح. وليه لا مش في كره القدم؟ يعني لما النهارده بمنتخب مصر كان منتخب اول منتخب شباب بيلعب اي فريق في العالم، انت بتقعد قبل الماتش وانت بتقول هنكسب وليه لا، زي ما الاهلي وهو بيقابل ابطال العالم. صحيح. ايوه نقدر نكسب ليه لا. اتمنى بقى ده يشوفوا والله يا ريت نتمنى كلنا مش هنخترع العجله من اولها يعني. التجربه موجوده ونقدر
نستنسخها يعني. اتحرك ولا ايه؟ كنت بسال كابتن رمضان في الفاصل واحنا بنتكلم على بطوله افريقيا سان داونز ولا يانج افريكانز، قلت لي سان داونز. سان داونز. مازيمبي ولا بيترا تيتكو؟ انا اعتقد مازيمبي في ملعبهم صعب. هاني قال لك بيترا تيتكو. اعتقد ان شاء الله ممكن نهايه اسيا. خد بالك الفريق الاهلي مازيمبي او بيترا، يعني لو عدينا سيمبا هيبقى يا مازيمبي بيترا تيتكو. سوري طبعا لسه بنتكلم على الله يرحمه العم فاروق طبعا. وكل الالعاب الجماعيه الحقيقه سواء باسكت طايره هاند بول، يعني دايما بنذكر ودايما في جميع الاوقات الحقيقه بنذكر ذكرى الراحل السيد العم فاروق بما قدمه من تضحيات كبيره جدا، وبيته الثاني طبعا النادي الاهلي اللي اتربى فيه، وكان عطاء كبير جدا 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 للسيد العم فاروق اللي كمان كان ليه لقطه وكان ليه تكريم كمان قبل في نهائي كاس. والحقيقه يعني الله يرحمه كان عطاء كبير جدا جدا للنادي الاهلي على جميع المستويات. الاسماء دي ما بتتنسيش ابدا يعني بجد، الناس اللي اخلصت وادت طبعا وبدون ما تنتظر مقابل. هو ده المقابل. ترجمه هو ده المقابل، خلي بالك وكانه موجود في وسط الصوره الحقيقه معانا. يعني صوره رائعه جدا، وكان السيد العمري فاروق الله يرحمه متواجد، و اللاعبات بطلات النادي الاهلي في كره اليد بتحتفل بالدرع الثاني على التوالي مع الله يرحمه السيد العمري فاروق.